رايحة لعند كريم. كريم، ليش هيك عم تعمل يا ابني؟ ليش عم تشق رسائل تبع ابوك قبل ما تقراهم؟ بجوز يكون واقع بمشكله. اقراها للرساله لتفهم. شو بيعرفك بجوز مرضان او بجوز عم يموت؟ امي ارجوكي بكفي، ما بدي بعد كل رساله اسمع نفس الحكي. بس لو تفتح الرساله وتقراها على القليله. ما بدي اقرا وما بدي اعرف شيء، لانه انا ما بدي اشوفه. أنا معتبره ميت، مانو موجود، ما بيهمني أعرف عنه شيء. إذا بتسكري على السيرة بيكون أحسن. شبعت بدي روح غسل. صحتين حبيبي. شبعت ابني؟ تعال غسل ايدك تعال. هربت. شفتي شلون فاتت على اوضتها؟ وبقص ايدي انه وراها قصه. ابصر لوين راحت وشو خبصت. أمي أنا طالع شوي. إيه لوين رايح ابني؟ رايح أتمشى وبرجع. كلك لقمة وطلع كرمالي حبيبي. كملي دراستك روحي. خليني اجليهم. لا روحي انا بجليهم. يلا يسلم. يلا تعالي اشربي لك كاسة شاي. لا ليش عذبتي حالك ست مريم؟ يسلموا دياتك. لا عذاب ولا شي حبيبتي، لساتك فايق لمي حسبتك نمت. بدك صب لك كاسة؟ ما بدي ما بدي يسلموا. نيمته لمراد؟ ليكو نيمته ميسر بحضنا. شبه مرتك؟
ما بعرف، قالت لي تعبانة، أعصابها تعبانة. تركوها خليها ترتاح لتهدى شوي. تركوها. شو رأيك لو نروح ويكون عنا بيت حلو كبير وأبعتك على مدارس خاصة ونكون مبسوطين بحياتنا؟ وبابا بيروح معنا؟ ايه رح ناخده، انا وانت وابوك، نحن الثلاثة نبلش حياة جديدة. ورح نشتري العاب جديدة كمان؟ ايه بشتري لك حبيبي. فاطمة، حددوا تاريخ الامتحانات تبعكم؟ لا، يوم 8 آذار. ما ضل وقت كتير، يا ترى بلحق أحضر حالي؟ إذا ضليتي عم تدرسي هيك لا تخافي، رح تنجحي أكيد، وما في تتوتري، والدورة التكميلية رح تبلش بحزيران. استني، وهات تاريخ ظهور النتائج، يلا سجلي عندك. إن شاء الله بتنجحي وبتفوتي على الجامعة. الله يسمع منك. ست مريم، بدي أسألك سؤال. ليش أبوها كريم ترك أمه؟ لك إذا السؤال محرج كتير ما تجاوبيني، اعتبريني ما سألت. مثل كل هالقصص، مشان وحدة تانية، بس هالقصة غير. الزلمة حمل حاله وراح، كان كريم عم يستنى رجعت أبوه طول الوقت، وأمه كرامتها ما تحملت اللي صار، انتحرت ودمرت العيلة بلحظة. الرجال أنانيين. مين هدول؟ ما حدا أخي. انتبه لحالك، انتبه. تعال اخي على مهلك. ليك مرتك لساتها فايقة عم تستناك. عم تستناني. عم تستناني. اخي بترجاك شد طولك، ركز، ما بدي ننفضح قدام اهلك. افتحي الباب. رح يزعلوا مني انا كمان، انا شو ذنبي بالله؟ رح اتبهدل بسببك يا زلمه. خلص ماشي، فيك تروح انت. خليني وصلك عالبيت يلا. قلت لك خلص روح. وطي صوتك رح يسمعونا. اسكت. فوت. آسف فاطمة، لا تواخذينا، ما قبل ياكل شي وضل عم يشرب طول الليل. يلا أخي فوت. يلا روح. بالأول خليني وصلك على تختك. خلص أنا بوصله. إذا بدك بساعدك. لا يسلم. طيب ماشي، على راحتكم، تصبحوا على خير. يسلموا فهمي. وأنت من أهله. فوت بلا صوت مشان ما تفيقهم. ما
أنا آسف، بعتذر منك، سامحيني. ماشي فوت غسل وشك.